لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العبادة فيها خير من العبادة في 83 عاماً وأربعة أشهر تقريباً. فليلة واحدة يجتهد فيها الإنسان في طاعة الله عز وجل، يتضرع إلى ربه ومولاه، يرفع يديه إلى الله عز وجل، يقبل على ربه سبحانه وتعالى بقلب خاشع خاضع، خير من عبادة ألف شهر. وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وفي الوتر منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جمع الإنسان الأحاديث التي وردت في ليلة القدر وجدها تكون في جميع العشر من ليلة 20 إلى ليلة 30، ليلة 20 أو 21 أو 22 أو 23 أو 24 إلى ليلة 30. والراجح كما رجح ابن حجر وغيره من أهل العلم رحمهم الله تعالى أنها تنتقل في الليالي، فقد تكون في عام ليلة 27، وفي آخر ليلة 26، وفي ثالث ليلة 22، وهكذا تنتقل في الليالي. والله سبحانه وتعالى وأعلم سبحانه بهذه الليلة. فالإنسان يجتهد في كل العشر التماسا لليلة القدر. قد يستشكل على البعض كيف تكون في ليلة 22 أو 24 أو 26، والنبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في الوتر من العشر الأواخر. يفسر ذلك قول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه: التمسوها لسبع بقين أو سبع خلون. فالسبع الخلون تكون ليلة 27، والسبع البقين إن كان رمضان 29 يوما كانت ليلة 22. وبمجموع الأحاديث نجد أنها تنتقل في كل الأيام، فهي كذلك وتر إذا كان رمضان كاملا 30 يوما، ووتر أيضا إذا كان 29 يوما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء العشر الأواخر من رمضان اعتكف وشد المئزر وأحيا أهله، واجتهد صلى الله عليه وسلم في الطاعة اجتهادا عظيما، وهو عليه الصلاة والسلام من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو سيد البشر صلى الله عليه وسلم، وهو خير خلق الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يكون اجتهادنا نحن؟ وكيف يكون اجتهاد المذنبين المقصرين؟ ينشغل البعض في العشر الأواخر بشراء الملابس أو بصناعة ما يكون في أيام العيد أو بشرائها، ينشغل بهذه الأشياء عن هذا الأجر العظيم وهذا الثواب الكبير، وهذا استدراج من الشيطان للناس. إنما هذه العشر لا يكون فيها إلا الاجتهاد والإقبال على الله عز وجل. أي شيء يمكن أن يؤجل أو يقدم قبل هذه العشر؟ إنها فرصة ومنة من الله عز وجل أن تدرك هذه العشر وأن تدرك رمضان، فلا تضيع هذه الفرصة ولا تضيع هذه المنحة والمنة من الله تبارك وتعالى، بل يكون الإنسان أعظم اجتهادا وإقبالا على الله عز وجل. وإذا كانت ليلة القدر خير من ألف شهر، فليلة قدرك حين يغفر الله عز وجل لك، ليلة قدرك حين يعفو الله عز وجل عنك، ليلة قدرك حينما يعتقك الله من النار.
فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا ليلة القدر، وأن يوفقنا فيها للاجتهاد في طاعته، وأن يتقبل منا سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.